معي هنا الآن أنتقل إلى ضيفي السيد طارق السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيلتي. أهلا بك معنا. مرحبا. أولا لازم أعلق على لون الكرافتة عشان نكسر هذا الحر الجامد. لون الكرافتة له علاقة بشعار أجيلتي؟ نفس لون الشركة، شعار الشركة. فأنت رافع معك يعني شعار أجيلتي هنا في المؤتمر؟ طبعا، احنا نمثل الشركة هنا. أود أن أسألك أولا، أنت مشارك في أحد الندوات تتكلم عن تنمية التجارة في العالم، ما هي مشاركتك وما هي رؤيتك لهذا الموضوع؟ طبعا في فكرتين اعتقد مهمتين. اول واحده ان حتى نطور الاقتصاد، احنا يمكن شاركنا مع الورلد ايكونوميك فورم في اعداد بعض الدراسات، ومن اهم الدراسات هذه بينت اهميه تخليص العقبات البيروقراطيه وتاثير ذلك على تنميه الاقتصاد. وطبعا الدراسه هذه بينت ان الدول اللي تقدر تقلص من البيروقراطية الحكومية وتقلص من الأمور هذه هي لها 6 أضعاف الفعالية من ناحية تنمية الاقتصاد من الأشياء اللي لها، بالمقارنة الأشياء اللي لها علاقة مثلا في تخفيض أسعار الجمرك. يعني إذا نقارن ما هو يعني شنو الفعالية الأكثر من ناحية تنمية الاقتصاد، هو تخفيض العقبات اللي تقلص الفرص الاستثمارية. أنتم متواجدين في دول كثيرة حول العالم، كيف تقيمون هذا الموضوع في الدول العربية؟ هل ترون، نستمع كثيرا إلى الحكومات تتحدث عن تسهيل العقبات أمام المستثمرين، هل أنت ترى أن هناك تجربة محددة تريد أن تلقي الضوء عليها؟ أنت رأيت أنه بالفعل هناك خطوات جادة لتحقيق ذلك؟ طبعا ما نقدر نتكلم عن الدول العربية كمنظومة متكاملة، وطبعا هذه من ضمن المشاكل. أعتقد أن الدول العربية المفروض يكون لها تنسيق بين بعضها وتنسيق على القطاع المحلي. بس بنفس الوقت احنا كعملاء الشركة معظمهم يبون شركة تكون متواجدة بالشرق الأوسط، والمنطقة هذه مهمة بالنسبة للشركة وعملائها. طيب نتكلم ايضا عن الاجواء الحاليه في العالم، هناك اجواء ازمه اقتصاديه في الغرب، وهناك ازمات اقتصاديه وسياسيه هنا في العالم العربي، فانت كيف ترى تاثير ذلك على القطاع اللوجستي؟ يعني النمو. طبعا النمو في الدول الايمرجنج ماركتس نسبه النمو فيها 3 أضعاف افضل من الدول المتقدمه، فاحنا يعني بالرغم من وجود بعض التحديات نشوف ان طبعا البيئه العامه للخدمات اللوجستيه قاعد تتحسن من وقت لوقت. بالنسبة لأجيلتي، أنتم في الفترة الأخيرة حصلتم على عدة عقود، هناك عقد مع مؤسسة البترول الوطنية، هناك أيضا عقد مع شال، وأنتم أيضا لديكم بعض التارجتس الأهداف التي حددتوها بالنسبة لتحقيق الأرباح وحتى بالنسبة للتوزيعات. طبعا يعني فالشركة مستمرة في التركيز على النشاط الأساسي، والتركيز هذا أدى إلى نتائج طيبة، وعندنا قناعة أن احنا ماشيين بطريقة صحيحة، وأعتقد أدائنا بالربع الأول كان ممتاز، واحنا ماشيين بالطريق الصحيح. وتتوقعون استمرار ذلك وانتم واثقون من تحقيق هذه الاهداف التي ذكرتوها بالنسبه لنمو الارباح خلال الاعوام القادمه؟ ان شاء الله.